السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم متابعين قناة عرب جنو لينكس، معكم عبد المجيب أبونتو. أوكي طبعا مع أبونتو 16.4 أوكي LTS اللي هي إصدار قابل الدعم، إصدار جديدة، إصدار رسميا إلى الآن ما وضع في موقع أبونتو، ولكن تقدرون تحملون من الرابط اللي تحت، لأنه رسميا ما في يعني إطلاق رسمي للموضوع، مجرد توزيع لحين ما تم إطلاقه رسميا من قبل أبونتو، ولكنها موجودة للتحميل وتعتبر هي إصدار LTS اللي هو طويل الدعم الجاي. ما الجديد؟ الجديد حاجات حلوة بصراحة. نضبط الشاهي، طبعا هذا الشاهي نعناع، المفروض إنه ما صلحوا مع أبونتو، صلحوا مع لينكس مينت. طبعا مينت عشان تقولون ما وش علاقة الموضوع، لأنه مينت يعني نعناع. على فكرة كلمة منت، عارفين من وين جت منت هذه؟ هذه جاية من كلمة عربية، نعم، إنها التنوم. اللي يعرف تعرفون التنوم، نبتة عربية اسمها التنوم. راح يجي واحد الحين يقول لي إيش جاب منت التنوم، بقول لك في علم اللغة التاريخي هناك شق كبير يسمى lexical change، وفيها اللي يسمى lexical shift، معناته إنه الحروف ممكن تتقلب من مكان إلى مكان لأسباب جغرافية وتاريخية وكثيرة ممكن تروح تشوف. على كل حال منت يعني تنوم العربية. الآن نشرب الشاهي النعناع ونقول لكم مش الجديد. أول حاجة ما راح أتكلم، بوريكم الجديد. تيك تيك كم كنونيكال يونيتي، بعدين راح أروح على اللونشر وتم. أوكي اللي صار إنه من يوم طلعت توزيعة يونيتي أو واجهة يونيتي، حنا نقول يا ناس حطوا الشريط تحت، نبي الشريط تحت، نبي الشريط تحت. الآن الخاصية الجديدة أو عفواً الإصدار الجديد صار ممكن إنك تضع الشريط حق يونيتي تحت. طبعاً عشان تحطه تحت لفة طويلة، لأنه مو موجود بالواجهة الرسمية على طول قدامك، لازم تلف لفة طويلة. وعشان توصل له أنت قد تصله بطريقتين، أما بالطريقة اللي سويتها أنا قبل شوي، أو إنك توصل عن طريق الكوماند لاين. اللي سويتها قبل شوي أنا بتسهيلا لكم يعني عشان ما تنسونه سويتها. الطريقة بسيطة جداً. أولاً لازم تركب التيرمينال، التيرمينال طبعاً موجود عفواً، لازم تركب برنامج دي كونف إديتور عن طريق سودو apt get install dconf كذا اسمه dconf editor. اوكي هذا راح يعطيك الواجهه الرسوميه للتحرير شو اسمه dconf، ماشي، او dconf settings. بعد ما تركب هذا البرنامج راح تروح على الخصائص يونيتي، من هنا تكتب dconf بالشكل هذا dconf editor، راح يجي لك الحلو هذا، ماشي. راح تروح على كوم، تروح على canonical، راح تروح على يونيتي، بعدين راح تروح على لانشر، وبعدين في لانشر بوزيشن ممكن من هنا تعدلوا على ليفت، ماشي، او بوتوم. طبعا انا راح اخلي ليفت لاغراض الشرح نفسه، لانه شو اسمه البتاع هذا الكاميرا بتكون المنطقه هذه، ولكن ان الشريط يكون تحت هذه حركه جباره صراحه. الشريط يسار كان مقرف جدا من الاخر. طيب ايش عندنا جديد بعد؟ في عندنا اختصارات للسيشن للجلسة. زي ما انتم شايفين السيشن صار ممكن انك عن طريق البحث في يونيتي ممكن انك تسوي لوج اوت، ريبوت، شت داون، ممكن تستخدم عفوا هذا المبالغ هذه من زمان موجوده، ممكن توصل للاختصارات هذه عن طريق واجهه يونيتي. اوكي كان علقنا، طيب ماشي لقيت علقين، ترى حركات يونيتي دي ما نحبها. في حاجه ثانيه وهي الاشياء اللي سوى قرقره قبل. سابقا كان ابونتو مسويه لما تجي تبحث هنا عن اي شيء يقوم يبحث في موقع امازون وشغلات زي كذا، ماشي، عن طريق البحث هذا، وهذا شيء غير جيد لخصوصيه المستخدمين. وتكلم سابقا وفي ناس ما فهمت جيت تطنز يعني، وايش بيستفيدون مثلا من اني اكتب اسم لعبه طفلي؟ لا يستفيدون، ياخذون منك معلومات يا شيخ، شغل مخك شوي، تمام. فيفترض انه هذا البحث الداخلي ما يطلع برا، وصار في نقاش طويل عريض يعني شغلة سالفة، في ناس معه وناس ضد، وأنا مع ضد أكيد، لأنه ما داعي تفتح لي هذه. علم بأنه كان في الخيار، ولكن خيار التفعيل كان مفعل سابقا، يعني أنه قبل كان خيار أنه الناس تأخذ من معلوماتك أو الشركة تأخذ معلوماتك كان مفعل بشكل افتراضي، وهذا خطأ، لازم يكون كيف أقول لكم معطل، ويقال للمستخدم هل تريد تفعيله، ماشي، هذا هو الطريقة الصحيحة. الآن صار كذا أوكي. بس بعدين بعد من اللي والله طال الموضوع قديم، شوفوا عندي فيديو بالقناة تكلمت عنه اسمه أبونتو تتجسس. المهم انك تقدر تسوي الحركة هذه من هنا عن طريق السيستم سيتينجز. كان اول موجود هنا الخيار بالسيرشز كان هذا مفعل، الان خلاص معطل افتراضيا. حلو، شيء جميل. ايش عندي بعد؟ عندي طول العمر، ايه عندي حاجة حلوة جميلة برضو. الان لو فتحنا الفايلز مثلا في عندنا القائمة، خلنا نفتح فايرفوكس احسن عشان فايرفوكس قائمة انت موجودة. في قائمة تجي فوق هنا صح؟ هذه عفوا أبونتو، هذه اللي فوق. طبعا هذه القائمة متى تظهر؟ تظهر في حينك مررت الماوس هنا. الآن في صار في خاصية إنه
ممكن هذا الشريط يكون دائما طالع، انك تروح من هنا على change the scope background، وبعدين تروح على behavior، بعدين راح تروح على always displayed. بالطريقه هذه مجرد انك تكون فاتح التطبيق بيكون دائما طالع المنيو حقته فوق. ماشي، ما اعتقد اني احب الحركه هذه، ذاك راح اتركه. طيب ايش عندنا بعد؟ ايه طبعا فيه، بس من لانه عندي فلاش ركبه هنا اجرب على الفيرتشوال بوكس. اوكي، فيه اضافوا خاصيا لو ركبت فلاش هنا حلو ليفربول 5 ممكن تفرمته بشكل مباشر، اضغط على زر يمين بعد تسوي فورمات الديسك بشكل مباشر. طيب عندنا في قائمه الصوت هنا صار ممكن تتحكم بصوت الميكروفون زي ما انتم شايفين، سابقا ما كان في ميكروفون، الان حطوا اختصار للميكروفون بحيث انك ترفع وتعلي الصوت على راحتك. في عندنا ايضا لو رحنا للتيرمينال وسوينا شو اسمه هو يونيم اي اوكي، راح تشوف ان الاصدار الجديده من النواتي 4.4 موجوده من طوله الدعم برضه هي ايه تمام، بتكون موجوده مع التوزيع بشكل افتراضي. طبعا هنا في دعم كثير ل معرفة وتعريفات خاصه كروت الشاشه، يعني كلام طويل عريض موجود بشو اسمه الاصدار هذه من النواتي. اللي حاب يعرف التفاصيل اكثر ممكن يدخل على موقع لينكس ويشوف هناك في كل التفاصيل الموجوده في الاصدار هذا. عندنا بيضو شو اسمه زي ما انتم شايفين هنا السوفت وير هذا، غيروا الاوبونتو سوفت وير سنتر الى جنوم سوفت وير. اوكي، لو كتبنا هنا جنوم سوفت وير اوكي هذا هو الجنوم سوفت وير. طبعا تم استبدال الاوبونتو سوفت وير سنتر بالجنوم سوفت وير. اوكي، اعتقد وجهه نظر طبعا هذا افضل. اوكي، مبين عليه من سرعه استجابته ماشي، لانه سريع الاستجابه بالبحث والشغلات هذه، فما استبدلوهم الا لسبب انه اكيد انه احسن. طيب فمن هنا ممكن تبحث عن البرامج، لنفترض ثندربيرد مثبت افتراضيا، خلنا نبحث جيمب موجود جيمب ماشي جيمب، ممكن تسوي الانستول من هنا بضغط واحده وهكذا. في عندنا برضو الجنوم كالندر، برضو هذا عباره عن تطبيق جديد اضافوه، بس نكتب كالندر كذا هذا هو. طبعا هو مجرد تقويم، ممكن عن طريق التقويم هذا تسوي مزامنه لحساباتك اللي على الانترنت اذا كان عندك تقويم على سيرفرات خارج الكمبيوتر حقك والى اخره. طيب ايش في عندنا؟ في عندنا برضو برامج تم حذفها. اوكي، براسيرو، اللي يعرف براسيرو هذا براسيرو تم حذفه طبعا، اللي يبغى براسيرو لازم يركبه، هذا خاص بحلق الاسطوانات. امبثي تم حذفه، وايضا تم حذف ايش بعد، في واحد كاتب وراه ابونت شوتر سنتر براسيرو وامبثي، امبثي خلاص هو الثالث. طيب هذا ملخص الجديد اللي صار في التوزيع. اهم الاحداث البصريه اللي صارت هو انك الشريط تقدر تنزله تحت. اوكي اوكي، من الاشياء اللي انا تهمن يعني لو كنت لانه بنتو للحين فيها مشكله يونيتي، لو كنت ابغى استخدم يونيتي من الاشياء اللي حبيتها صراحه الجديده هذه غير شو اسمه الشريط، خلفيه صفحه المكتب والله ما تمسخر صحيح، ولا خلفيه صفحه المكتب حلوه، انا ممكن اغير عشان خلفيه صفحه المكتب هذه، بسحب الخلفيه كالعاده. خلونا نشوف اخيرا وليس اخرا اوكي ايش عندهم من خلفيه جديده. زين ذكرت، ممكن نشوف لنا حاجه حلوه نحطها ينسيني إيه محترف صف اللي راح اصلا اصور الشمس. لا حلو ترى محترفه، بس انا مسوي فيها اني تطنز. هذا وشو شكله شيء عيب، هذا شيء تحت الماء. طيب ايش في عندنا بعد؟ عندنا هذه الحلوه. طيب كالعاده لازم يحطون صورهم دي حقت دائما احس ان مصالح ابونتو مزارع لازم يحط حاجات هذه. انا يبدو اني نوت باد. طبعا زي ما انتم شايفين شريط يونيتي الجديد صار يتغير، بس ما علينا، الخلفيه هذه احسنها. طيب زي ما قلت لكم الاشياء الحلوه اللي صارت، القائمه فوق تقدر تنزل تحطها تحت اليسار، هذه برضو القائمه الثابته ممكن تثبت القائمه، ممكن تخلي القائمه تطلع وتختفي على راحتك تمام. وايضا اشياء مهمه جدا من ناحيه خصوصيه المستخدمين، هو انه خاصيه البحث الان صارت معطله، انه ما حد ياخذ او ما يتم البحث بالانترنت الا انك وافقت انت فعلت هذا الخيار. اتمنى انه المراجعه افادتكم، واتمنى انه معلومه التنوم عجبتكم برضو. نشوفكم ان شاء الله في درس قادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.